يتناول يوسف فنجان قهوة أمام محطته بانتظار مسافر نحو المدن الداخلية. حاله في ذلك كحال مساعده الذي يشاهد هاتفه بعناية. مشهد يبرز أن إقبال المسافرين محدود رغم اقتراب عيد الأضحى وموسم الأمطار، إلا أن المسؤولين عن محطات النقل يتحدثون عن إقبال للمسافرين في بعض الأحيان. من عكسوس المدن خالق موجود من نهاية بقع من ونامس، الناس شرقة كاملة شو المدن اللي وعد روسو من واذيب، والناس وعد روسو جاونا هون سيارات روسو يجون يقبوا باساجة من هون اللي الناس هون ياسرة ومعرمة مش والشرق اللي هون بساتو لين تعود الثالثة ميدي يجون هون يقبوا باساجة الشرق، والناس هكم اللي عندهم الشرق لارك ناس قابل عليه وكذلك على طريق روسو. جيت نواذيب وما خالق قبال عليه ما هو قاعد بالعيد. السفر من العاصمة نواكشوط نحو المدن الداخلية أصبح يؤرق المسافرين، فأسعار تذاكر النقل تتضاعف بحسبهم خاصة في هذه الأيام من كل عام. النقل ما هو خالق وأسعاره لا قادة الحق من الصعوبة، ويا الله تعدل معنا حالة الجهات المعنية بالأمر، يا الله تعدل معنا حالة توفرنا آلات النقل وتوفرنا أسعار لائقة بالمواطنين وتخفض من الناقلين المحروقات. فهمت، الناس تعاني لا من المحروقات، المشتريات الأساسية المحروقات. تحديات من نوع آخر تواجه السائقين والعاملين بمحطات النقل، فهم يتحدثون عن مضايقات تصل أحيانا إلى التسريح دون أسباب. والعامل قام ملي بالأخص يالتي أود معطيه قيمة، ما معطيه قيمة لا يتم واحد في الشركة ونهاري لا أكري نقص، مسكتة أنه قام أعرف من نقص على سبب تنقاس الشن. الناحية الثانية عن اللي قال له السائق يواجع رجال أعمال ما هم محترفين، يعني كشريك في هذه السوق له. ومع اختتام العام الدراسي وحلول العيد تشهد محطات النقل في العاصمة نواكشوط توافد العشرات من المواطنين للسفر إلى المدن الداخلية والأرياف للاستمتاع مع ذويهم بأجواء الخريف بعيدا عن المدينة وضوضائها.